بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اخريستوس انستي، المسيح قام. اعظم تحيه ممكن نحيي بيها بعض. وعلى فكره مش بس وقت عيد القيامه والخمسين يوم اللي بعد القيامه، لكن طول ايام السنه وفي كل ظروف الحياه. المسيح قام، اخريستوس انستي. المسيح قام رساله فرح، رساله رجاء، رسالة عزاء، رسالة قوة. المسيح قام. يمكن محدش يشعر بمعنى التحية الجميلة دي غير اللي يكون عاش في مشاعر الضيق والحزن والخوف والقلق والاضطراب والاختفاء اللي كان عايش فيها التلاميذ، اليأس وعدم الرجاء، وإنه ده اللي كنا فاكرين إنه هيخلص إسرائيل. مات، لا ما ماتش، قام المسيح، قام المسيح وصار بكورة الراقدين. قام المسيح، اخريستوس انستي. ياريت تكون دي دايما في حياتنا رسالة تعزية لكل إنسان تعبان، كل إنسان حزين، كل إنسان مريض، كل إنسان في يأس، في ضيق، في شدة، في ألم، في مرض، في خوف. قل له المسيح قام، خريستوس انستي. انت قلقان ليه؟ قلقان ليه؟ المسيح قام عشان يدينا قيامة، عشان يدينا قوة، قوة شفاء وقوة فرح وقوة تحرير وقوة تبرير وقوة سلام. أراكم أيضا فتفرح نفوسكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. ياريت تبقى دي التحية اللي دايما نحيي بيها بعض، وتبقى دي الرسالة اللي بنقولها لكل إنسان ضعيف، تعبان، حزين، يائس، متضايق، حاسس انه مفيش فايده. قل له خريستوس انستي، المسيح قام. كل سنه وانتم طيبين. لربنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.